قال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد إن القيادات التنفيذية في مختلف الجهات الحكومية مسؤولية بارزة في الإسهام في تطوير آليات تنفيذ المشاريع والمبادرات الحكومية وتطوير مسيرة العمل بما يرتقي إلى الرؤى والطموحات المنشودة الساعية لتحقيق أعلى مستويات الرضا لدى المستفيدين من كافة الخدمات الحكومية من المواطنين والمقيمين. سموه أكد لدى لقائه اليوم بقصر القضيبية بحضور النجلة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة بعدد من المدراء المعينين حديثا في مختلف القطاعات الحكومية على أهمية تعزيز روح المبادرة والفريق الواحد في تنفيذ مختلف المشاريع والبرامج الحكومية وتوظيف خبراتهم في تطوير الخدمات بمختلف القطاعات والعمل في إطار منفتح على أفضل الممارسات على مستوى التطوير الإداري للقيام بمهام مناصبهم على أكمل وجه لتعظيم الأداء المنتج والفعال وضمان الكفاءة العالية، متمنيا سموه للمدراء الجدد كل التوفيق والنجاح في المهام والمسؤوليات المناطة بهم. من جانبهم عبر المدراء الجدد عن بالغ سرورهم بلقاء صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد والاستماع إلى توجيهات سموه السديدة في كل ما يتعلق بمهام عملهم.